هل تريد بناء مستقبلك في العراق أو خارجه؟ ولماذا؟ طبعا الكثير من الإجابات اليوم سمعناها إن كانت إيجابية أو سلبية. هل يمكن بناء المستقبل داخل العراق أم لا؟ خلونا نستقبل ونتشرف بلقاء الدكتور محمد محمود التدريسي في قسم الاجتماع بجامعة الموصل. صباح الخير دكتور. صباح النور. أهلا أستاذ، كيف حالك؟ كيف الصحة؟ إن شاء الله بخير، يطول عمرك يا رب. الحمد لله، الله يخليك. لتتوافر المواطنة في البلد فيجب توفير الأمن والأمان فيها أولا، وبالإضافة لهذا الموضوع توفير المواد الأولية وأيضا يعني ضرورات الحياة البدائية، خلينا نقول من أكل وشرب ويعني مستلزمات معيشية يعني تكفل للشخص المعيشة من أول الشهر لآخره بدون ما يحتاج أي شيء. برأيك حاليا هل يوجد هذه النعم في هذا الوطن؟ نعم، شكرا لك أستاذ، وأقدم الشكر لكادر راديو الغد. شكرا. كما عودونا دائما على تسليط الأضواء على هكذا مواضيع مهمة نابعة من صميم واقع المجتمع العراقي. نعم، طبعا أكيد مثل ما تفضلت أنه الأساس لبناء أي مجتمع أو أي مستقبل لدولة أو مجتمع لابد أن يتوفر شرطان مهمان أساسيان، وهما الاستقرار السياسي والاقتصادي. شرطان أساسيان لنهضة أي مجتمع بشعبه بشبابه بكل جميع فئاته. نعم، لو نسلط الضوء على المجتمع العراقي نرى بأن المجتمع العراقي قد مر خلال هذه حقبه التاريخية بشتى أنواع عدم الاستقرار، حروب وحصار اقتصادي وتنظيمات إرهابية، كل هذا ترك ثقله وظلاله السيء على واقع المجتمع، مما أثر سلبا على جميع فئات المجتمع، على أسر المجتمع، على الأطفال، على كبار السن، ومن ضمنهم الشريحة خلينا نقول اللي هي على عاتقها تحمل نهضة البلد اللي هم الشباب. طبعا دراسة أجريت بمنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع وزارة الخارجية البريطانية على العينة كانت 3000 شاب عراقي، وجهوا لهم السؤال اللي تفضلت به حضرتك، ما سبب الهجرة؟ لماذا تركوا بلدهم وهو الأولى بأن يقدموا ويبذلوا طاقاتهم؟ أعربوا أو قدموا مجموعة من الأسباب اللي هي شعورهم بالإحباط وخيبة أمل من هذا البلد اللي هم حريصين على أن يخدموا ويبذلوا كل طاقاتهم وأن يكونوا هم أساس لبناء هذا البلد. لكن العكس، وجهوا أو يعني شعروا بخيبة أمل، فقدان أو الإحباط نتيجة عدة عوامل مثل ما قلنا، الحروب والمعارك والحصار والتنظيمات الإرهابية والانفجارات والمفخخات والاغتيالات، كل هذه أدت أو ساهمت في زعزعة الجانب السياسي والاقتصادي للمجتمع. دكتور محمد، يعني اليوم هناك الآراء كثيرة جدا اليوم سمعناها في الحلقة، وكمان يعني في عندي اتصالات كمان اليوم من خارج العراق، وكانوا اليوم يعني يقولون أن اليوم عندما أجلس بلا عمل بكل بساطة يجب على الدولة أن تحميني وأن توفر لي المساعدة، مشان هيك أنا هاجرت. يعني هلأ صديقنا من السويد حكى قبل شوي. برأيك يعني دكتور، يعني ما الذي يمنع الدولة من المساعدة لهؤلاء الشباب في بناء مستقبل هنا في هذا البلد؟ نعم والله، عدة أسباب. أول هذه الأسباب هو قلت لك أنه طبيعة الظروف اللي دائما الحكومة أو أصحاب القرار. أنا بحكي اقتصاديا، يعني اقتصاديا دكتور. نعم، اقتصاديا هناك عدم جدية خلينا نقول لأصحاب القرار في إصلاح الواقع الاقتصادي.
ايضا انه نلاحظ انه الخطط التي توضع لمعالجه هذا الواقع خاصه في ما يخص المجتمع العراقي اللي مر بظروف استثنائيه هي نجدها كانما تظهر للمشاهد او للسامع بانها بعيده عن هذا الواقع ولا تلبي طبيعه المشاكل والعقبات اللي يعيشها هذا المجتمع. فأيضا عدم تسليط الأضواء أو الاهتمام، يعني في العراق يتميز بأنه بيئة حسب ما يعرف بالإعلام بأنه هو بيئة أو يحتل الدرجة الأخيرة بأنه أكثر بلد غير صالح للعيش. زين، كل هذه الأسباب تجعل الشاب أنه حتما يفكر أنه يبني مستقبله، لكن وين هذا المستقبل يبنيه أو يحاول أن يبنيه خارج العراق، كون عدم توفر أرضية خصبة في المجتمع اللي ولد به واللي يحب أن يخدمه. عظيم. أكو في علم النفس هناك هرم يسمى بهرم ماسلو. هرم ماسلو يستند إلى مجموعة من الحاجات التي يجب توفرها، توفر الحاجة الأولى لكي يفكر الإنسان بالحاجة الثانية، وعندما يشبع الثانية يفكر بالثالثة، وهكذا إلى الحاجة السابعة. المهم في هذا الأمر أنه الحاجة إلى الأمان والغذاء هي الحاجات الأولى الأساسية إذا يسعى إليها الفرد، وإذا ما توفرت فإنه سيفكر في الحاجات الأخرى اللي هي الإبداع، الطموح، البناء، النمو، التنمية، التقدم، وما إلى ذلك من الحاجات الأخرى، إثبات الذات. كل هذه أمور بعد أن تشبع الحاجة إلى الأمن والغذاء مثل ما تفضلت حضرتك في المقدمة إلى أهميتها، فنشوف أنه جميع أفراد الشعب أو المجتمع وليس حصرا الشباب سيكون هناك عطاء، يكون هناك ثمار يجنيها البلد ويجنيها أيضا الفئات اللي موجودة ضمن هذا المجتمع. طبعا العراق طبعا هناك نوع من الاستثمار أستاذ، استثمار سلبي واستثمار إيجابي. الاستثمار السلبي هو هدر الطاقات البشرية اللي موجودة ضمن رقعة جغرافية معينة. هذا اللي عم يصير هلأ حاليا؟ نعم أستاذ. من المسؤول برأيك؟ يعني هل المجتمع مسؤول؟ هل الحكومة مسؤولة؟ يعني اليوم إذا بدنا نفتح نحن باب حوار بين الحكومة وبين المواطن، يعني هلا بتعرف جاي الانتخابات وتكثر الوعود، يعني اذا بدنا نفتح هذا اللينك مثل ما بيسموه، انه هذا الخط بيننا وبينه، كيف استاذ هناك يعني احنا في علم الاجتماع ما عندنا فد شيء انه مطلق، يعني احنا ما نقدر نقول علميا انه الجانب السياسي او الحكومه هي الوحده المسؤوله فقط. هذا يعد يعني غير مقبول من الناحية الاجتماعية الأكاديمية، لكن احنا نقول انه هذه المسؤولية تقع على جميع مؤسسات الدولة، لكن النسبة الأكبر والأعظم خلينا نقول هي تقع على عاتق النظام او السياسي اصحاب القرار. حلو، طيب اوكي. اليوم اذا المواطن قال انه انا اليوم انا بحاجة بناء مستقبل، مثلا على سبيل المثال انا راح اعطي امثله، يعني بناء مجمعات سكنيه، بناء يعني اعطاء بعض القروض للمشاريع الصغيره على سبيل المثال، اعطاء قروض زواج، اعطاء بعض الامور التي هي بحاجه يمكن لحتى تخليني ملتصق بهذه الارض. كيف يمكن ان تستمع الحكومه الى هذه المطالب؟ عن طريق الاعلام او عن طريق ماذا؟ هي تأتي أكيد عن طريق الإعلام، أيضا عن طريق ممثلين اللي ممثلين عن الحكومة اللي هم خلينا نقول كالمحافظين، كأعضاء مجلس الأقضية، أعضاء مجلس المحافظة، أيضا تقع على عاتقهم هذه المسؤولية نقل معاناة وواقع مرير تعيشه مدينة معينة أو محافظة معينة أو فئة معينة من الشعب، وإيصال ذلك إلى أصحاب القرار. إذا كان هناك جدية من خلينا نقول من المطبخ اللي يطبخ القرارات، فأكيد سيكون هناك حلول، وسنرى هناك بصيص أمل
في المجتمع، لكن ما نلاحظه ونلمسه من خلال نظرة بسيطة واقعية إلى المجتمع، لا يوجد هناك نوع من الجدية الملموسة في تعامل أصحاب القرار مع قضايا المجتمع العراقي، ليس فقط الشباب، في كل قضايا. يعني عندنا مشكلة في البطالة، عندنا مشكلة في الفقر، عندنا مشكلة في التفكك الأسري، عندنا مشاكل أخرى نفسية وغيرها من الأمور، حتى على مستوى المشاكل العضوية أو الصحية. يعني في عن أي ظاهرة أو أي حالة نحاول أن نسلط عليها الضوء، نجد أن هناك تقصير كبير وواضح في هذا الشأن. يعني فهذا إن دل على شيء يدل على عدم جدية النظام أو الحكومات المحلية والمركزية في التعاطي والتعامل مع ظواهر المجتمع السلبية التي تؤثر على نمو المجتمع، تؤثر على تطور المجتمع، تؤثر أيضا على أفراد المجتمع كطاقات منتجة، كطاقات بشرية ممكن أن يتم استغلالها. وأنا قلت لك أنه هناك استثمار سلبي اللي هو عدم الالتفات لطاقات البشرية كالشباب خصوصا، وإهمالهم وتهميشهم. نعم، كل هذا سيؤدي إلى تعطيل عجلة الاقتصاد في المجتمع وعدم التطور وظهور مشكلات، لجوءهم إلى الانتحار، لجوءهم إلى تعاطي المخدرات، لجوءهم إلى أن يكونون فريسة سهلة للانضمام إلى الجماعات الإرهابية. وأيضا أحد هذه الأساليب أو الأسباب للهروب من هذا الواقع هي الهجرة وترك البلد ومحاولة السعي للبحث عن مجتمع أو دولة تعيش بأمان وسلام. نعم. ممكن أن نعم. يحس بالاستقرار، الاستقرار النفسي، الاستقرار العاطفي، الاستقرار الاقتصادي، الاستقرار الاجتماعي. رغم هذا احنا نشوف أن الشاب عندما يقرر ويعزم على ترك هذا البلد، نشوف بعد أن يحصل على اللجوء يفكر أو يشعر بالحنين ويشعر أيضا بالوحدة، عدم الاستقرار. لكن هذه قياسا بالمعاناة اللي عاناها داخل المجتمع هي أهون عليه ويستطيع أن يتحملها مقارنة بالواقع اللي عاشه. الاستثمار الإيجابي، الاستثمار الإيجابي هو الاستفادة من هذه الطاقات، تفعيل القطاع الخاص، توظيف، توفير فرص عمل، أوظف الشباب، أستغل طاقاتهم، تشكيل لجان أو فرق عمل تطوعية من الشباب، أستفاد من الشباب، أعمل مؤتمرات، ندوات، أتعرف أو من خلال الشباب أحاول أن أجعل الشباب هم فئة تعكس معاناة المجتمع، ومن خلالهم أبدأ أنشئ أو أؤسس لخطط تنموية قادرة على أن تسير بهذا المجتمع نحو الأفضل ويعبر إلى بر الأمان. حلو، كلام واقعي وكلام جميل وكلام علمي دكتور محمد. نعم. يعني هذا الكلام مهم جدا أنه نحن نسمعه كل فترة وفترة ونسمعه، ويصير في عنا يعني تداخل بالأفكار بين موضوع المواطن والحكومة والربط بينهما، وفتح هذه القناة ليتم التواصل فيها. وأكيد وجودكم دكتور، يعني وجود المثقفين ووجود يعني المهتمين إن كان بعلم الاجتماع ولا إن كان بعلم النفس، ضروري جدا تكون موجود بالتواصل مع الحكومة، ومهم جدا، وليس يعني مباشرة تكون الصلة فورا مع المسؤولين، لا، لازم يتمهد لهذا الموضوع. بدي اشكرك دكتور محمد، يعني مهم جدا اكيد حضورك معنا اليوم في هذا اللقاء ولو بصيغة قصيرة جدا، ولكن مهم جدا انه نحن اليوم سمعنا رأيك حول هذا الموضوع. شكرا دكتور. نعم، شكرا لك. شكرا لك، تحية كبيرة لك. تفضل. اسعدت في الكلام والحديث والمشاركة بهذا برنامجكم الجميل. تسلم لي. والمتألق. تسلم لي. أهلاً. دكتور أهلاً. محمد محمود، تدريسي في قسم الاجتماع بجامعة الموصل، شكرا جزيلا لك.